سامحك الله، كنت سأخلد إلى النوم. لكن يا معلمي، أقول أن حياتك مهددة بالخطر وأنت لا تنفك تشتكي. الحداد؟ هذا أنت؟ لقد بدأت أحب ميدلي، كل ما أريده هنا. هيا يا بني لنذهب. تعب كثيراً بعد هذه الرحلة الطويلة. لم يتكلم أبداً بعد مقتل والده. لم نكن نعرف اسمه، لكنه تحدث ونحن في طريقنا إليكم. حين يصدق المرء رحيل أحبته بالفعل، ينفك عندها قيد لسانه وقلبه. ومع أنه طفل صغير، تحمل عناء ومشقة السفر إلى هنا لكي يسدد دينه لأبيه. ليتني أفعل مثله وأتحرر من أغلالي وقيودي. عم إسحاق، لقد عاد خضر. لنجلس في الفناء. يا صاحب الظلال السوداء المظلمة، امنح هذا الجسد الضعيف روحاً، افتح له أبواب جهنم ليولد من رمادها الأسود، وليحرق بنارك الدنيا كلها من حوله.